السلام عليكم، مرحبا بكم. وصفة جديدة من وصفات شيوات متنوعة مع بشرى. غادي نشارك معكم كعب الغزال أو حلوى ديال الكاوكاو. هي الناس راه ما فيها لا ما هي كعب غزال ما هي حلوى الكاوكاو. هذه كتصاوبتها وقالوا لي بأنها فيها الكاوكاو، هي راه ما فيهاش كاوكاو نهائيا. وهي بالفعل مقادير ديالها راه بساط وساهلين، ولكن إلا ذقتي المذاق ديالها في الأخير كتجيك البنة بحالها فيها الكاوكاو. قلت نشارك معكم هذه المقادير وطريقة التحضير ديال هذه الحلوى باش تعرفوها باش مخدومة، بأن راه ما مخدوماش في الكاوكاو. حتى لو شريتوها من مكان آخر تعرفوش من حلوى غادي تشرو، لأن هذه معروفة الحلوى غادي تدوز مع حلوى دواز أتاي ماشي مع الحلويات الأخرين. نخليك تسمع الفيديو طريقة التحضير، فرجة ممتعة. بسم الله تبارك الله. بالنسبة للمقادير ديال العجين غادي نستعمل 250 غرام ديال الزبدة، وعندي هنا جوج كيسان ديال الزيت طبيعة الحال كاس بالعلبة، وعندي جوج كيسان ديال السكر سنيدة، وجوج حبات ديال البيض، كيس من خميرة الحلويات، وكيس من سكر فانيلا، وقفصة ديال الملح. كيف العادة الطريقة اللي كندير أنايا، غادي نستعمل طحان فيها أشوار، غادي ندير الزبدة وغادي ندير الزيت والسكر سنيدة. الطريقة هذه دائما كنت كنديرها ولات معتمدة عندي، كتجيني ساهلة. هانتوما البنات، كنطحن نصف الكمية ومن بعد كنطحن نصف الاخر باش الزبدة تطحن، وفي نفس الوقت السكر سنيدة ما تبقاش. المهم قلت نوريكم كيفاش كنخدمها. في الاول درت نص كمية ديال الزبدة ودرت نص كمية ديال الزيت السكر سنيده وطحنتهم. دابا غندير نصف الكميه اللي بقات وغنكمل الزيت اللي بقى، وكذلك السكر سنيده، وغندير معاهم حتى جوج حبات ديال البيض وكيس من السكر فاني. صافي وغادي نطحن. صافي من بعد ما طحنتها، انت ملي درت ليها طحنتها بوحدها جات بيضه، هادي ملي درت ليها البيض جا اللون ديالها صفر. هاد الحلوى يا البنات راه اللي ذاقها، هانتوما غتشوفوا معايا طريقة العجين ديالها والتحضير ديالها، وغادي تجربوها وغتجيكم حلوى ديال بحال شكل كعب غزال بالكاوكاو اللي ذاقها. كيقول حلوى كعب غزال بالكاوكاو، هي راه ما فيها حتى شي حاجة، يعني حلوى عادية. هادشي علاش أنا قلت لكم حلوى كعب غزال بالكاوكاو، راه ملي غادي تجربوها غدوقوها وراه ما فيها لا كاوكاو ولا والو، وغتجيكم بنفس المذاق اللي قلت لكم انا عليها. صافي دابا غادي ندير واحد قبيصه ديال الملحه، وغادي نبدا نضيف في الدقيق تدريجيا، وغنبدا نجمع في الخليط. غنستعمل واحد كيس ديال خميره الحلويات. صافي وغنبقى كل مره نخدم فيها وكنضيف في الدقيق. يعني الطريقه راه سهله وبسيطه وكتعطي الكميه كثيره، ومني كنديروا التزيين ديالها كيزيد كيعطيها واحد المذاق اخر. صافي غنبقى نضيف في الدقيق وكنجمع. ضروري كتبغي تخدم العجينه بحال هكا بالاصابع، ماشي كتجمع عاديه بحال شكل الطريقه ديال صابلي بريستيج. صابلي بريستيج كنجمعوا غير بالاصابع عادي، هادي لا بحال فاش كندواز اتاي. صافي البنات انا بديت الخدمه. نتوما العجين كيفاش كتجي، كتجي بالطريقه هذه. كنستعملهم انا الكويرات، كنوجدهم بحال هكا وكنحاول انني ندورها وكنحربلها. كنستعمل انا كنخدمها غير في بيديه بحال هكا بالطريقه، باش ديرها فوق الطابلو تخدموها خدموها. صافي كنخدمها بحال شكل الطريقه ديال كعب الغزال. الطريقه هذه البنات وهاد الحلوى اللي شفتو معايا، راه ملي كتخدميها وكتذوقيها راه كانها مديوره فيها الكاوكاو وراه معمره بالكاوكاو، وهي راه ما فيهاش هادشي كامل. صافي كنحاول انا نحربلها بهذه الطريقه، وكنضغط من الفوق بحال شكل الطريقه ديال كعب غزال. صافي البنات وكنحطها.
مشات نكملهم كاملين بنفس الطريقه وندخلهم للفرن. بالاحسن البنات صغروهم ما تكبروهمش بزاف، لانها فيها واحد الكيس ديال خبيره ديال الحلوى، ملي غدخلهم الفرن غادي يزيد يكبروا شويه. صافي الطريقه كندير بحال هكا كويرات وكنحطهم على جنب وكنبقى مكمله نفس الطريقه. هذه هي الحلوه من بعد ما طيبتها في الفران، ضروري كتحمر مزيان من تحت ومن الفوق كتجي محمره وكيجي بهذا الشكل هذا، يعني ضروري. ولكن البنات كتعطي واحد الكميه كثيره كثيره بزاف، يعني راه كتعطي واحد العدد هائل وتجيكم حتى المناسبات. هنا غادي نمرمدها في سكر ثقيل، ضروري يكون سكر ثقيل ممتاز، يعني حاجه زوينه. ما عندكم سكر ثقيل ديروا غير داك سكر ثقيل عادي ودير جوج كيسان، ديروا مع واحد كاس ديال النشا، ولكن بالاحسن سيروا الشرور كطلع الطقام لكم رخاص، ماشي شي حاجه كثيره. صافي غنحاول انني نمرمدو بهذه الطريقه كاملين، وغادي نقادو في حطه بسيط. غتشوفوا طريقه التزيين في حطه بسيط، يعني كتعطي واحد الكميه تقدر ديرها حتى للمناسبات. وكنتمنى يا البنات اللي شافت هاد الفيديو تجرب هاد الحلوه، لانك الا جربتها كثير غتبقى معتمده عندك. صافي كندير سكر كلاصي كنمرمدها، ولكن الحلوه تكون بارده خرجها من الفران وخليها حتى تبرد، عاد مرمدها في السكر كلاصي باش ما تعجنش لكم داك السكر كلاصي مع السخونيه ديال الحلوه. شوف تبارك الله هادو راه تواصل دوك الكبار، راه تقريبا راه شحال عطات من حبه غير ما حسبتهمش. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي شاركت معكم، كيف ما قلت لكم راها سهله وبسيطه. نتمنى اختي لما كنتيش مشتركه تشتركي وتفعلي الجرس باش توصلي بجميع الوصفات فضلا وليس امرا، ونتمنى ديروا واحد لايك الفيديو وتبارطاجوه مع الاهل والاصدقاء. وتنشكركم مره اخرى على المشاهده، وتنشكركم على التعليق الزوين اللي كتكتبوا ليا، وتنقول لكم الى اللقاء ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. وتنقول لكم مره اخرى عيد مبارك سعيد، كل عام وانتم بالف خير، الله يدخلوا عليكم علينا بالصحه والسلامه.